طبعا مرحلة ما قبل المذاهب تتمثل في عصر الصحابة ثم عصر التابعين، ثم نتكلم أيضا عن مصادر الفقه في هذه المرحلة. أين إذا أردت أن ترجع إلى فتاوى الصحابة، إلى فقه الصحابة، أين ترجع؟ مش الكتب، يعني أنت تعرف الآن تريد تعرف يعني فقه أبي حنيفة، ترجع إلى كتب المذهب الحنفي. طيب إذا أردت أن ترجع إلى فقه الصحابة، نقول عندنا المصادر في هذا، عندنا مصادر مسندة مروية بالإسناد، وعندنا مصادر غير مسندة. المصادر المسندة مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ومثل مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك الأوسط لابن المنذر. الأوسط لابن المنذر يذكر بعض الأشياء بالإسناد من فقه الصحابة، وبعضها يذكر من غير إسناد. وعندنا كتب غير مسندة وهي كتب الفقه المقارن عموما، فإنك لو رجعت إلى المغني أو إلى المجموع أو إلى غيره من كتب الفقه المقارن أو فقه الخلاف تجد نسبة الأقوال الفقهية، يقول وذهب إلى هذا مثلا ابن عمر وابن مسعود وغير ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب هذا بالنسبة لإيش؟ للفقه في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى 130 نفسا، كما قرر ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ونقله عنه الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين. هؤلاء الصحابة 130 على 3 مراتب: المكثرون وعددهم 7، وهؤلاء المكثرون من الفتوى من الصحابة قال ابن حزم يمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. يعني إذا أردت أن تجمع فتاوى عمر وأقضية عمر وآراء عمر ستجد أنها تجتمع في مجلد كبير، وكذلك علي وكذلك ابن مسعود وكذلك عائشة وكذلك زيد وابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم. أما عمر ابن الخطاب فهو أفقه الصحابة بعد أبي بكر. أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه هو أفقه الصحابة وأعلمهم على الإطلاق، هو أعلم الصحابة على الإطلاق كما قرر هذا أهل العلم، بل حكي عليه الإجماع أن أعلم الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه لم تطل مدة خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت مدة خلافة أبي بكر كم؟ 2 سنة و6 أشهر تقريبا، فلم تطل مدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن أجل هذا 2 سنة و3 أشهر، نعم خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، ولهذا لم ينقل عنه كثير من الفتوى والفقه والقضاء، بخلاف عمر رضي الله تعالى عنه فإن خلافة عمر امتدت 10 سنوات و6 أشهر، فنقل عنه كثير جدا من الفتاوى والأقضية في عدد من المسائل. وكذلك علي رضوان الله تعالى عليه فقد نقل عنه الفقه، ليش؟ لأنه آخر الخلفاء موتا، يعني الفقه الذي نقل عن علي سواء قبل أن يتولى الخلافة أو بعد أن تولى الخلافة فقد نقل عنه فقه كثير. وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود صاحب مدرسة فقهية وصاحب مذهب فقهي له أتباع كما ذكر هذا ابن المديني رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أن الصحابة الذين كانت لهم مذاهب مقلدة لها أرباب يقلدون، يعني أتباع يعني يتبعون هذا المذهب، هم 3 من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم عبد الله بن عباس. قال وكان لكل منهم أتباع في الفقه يدونون في علمهم وفتاويهم وفقههم.